اهلا وسهلا متتبعين قناة شوف تي في قناة الشعب. في هذا البث مباشر من مدينة طنجة، من قطعة حنايا كنتواجدو حاليا في ساحة 9 أبريل اللي جات انفاصل مع سينما الريف اللي جات في مدينة قديمة بالضبط. من قطعة معنا الاجواء ديالها، يعني دنيا عامرة بالسياح و سكينة طنجة اللي كيجيو من هنايا للشمال باش يدوزو فاكونس ديالهم ولا كونجي ديالهم، كيجيو المدينة باش يتسالو. كما كتلاحظ معنا يعني كاين إقبال كبير ديال الزوار من خارج أرض الوطن وداخل أرض الوطن. لكن كما كتلاحظ معنا متابعين قناة شوف تي في قناة الشعب، فكتعتبر هاد البلاصة هادي يعني من أقدم يعني من أقدم الأحياء في طنجة، اللي قديمة بزاف، اللي كتوصل العمر ديالها أكثر من 50 عام، أكثر من 60 عام، معرفتش بالضبط العمر ديالها، لكن كتفوت 50 عام. كما كتلاحظ معنا متابعين قناة شوف تي في قناة الشعب أن الناس كاملين كيلتحقوا بهاد المكان هذاك، ملي كتشوفوا السياح أجانب يعني كيجيو كاملين لهنايا باش يشوفوا مدن، يعني مدينة قديمة ديال طنجة والمعالم التاريخية اللي كاينة في هاد البلايص هادو، يعني في هاد المدينة هادي القديمة اللي كنسميوها حنايا طنجة والسوق برا. يعني كل شيء كيتباع هنا، كاين محلات تجاريه كيبيعوا كل شيء، كاين اللباس التقليدي المغربي، كاين المجوهرات الاكسسوارات، يعني اي حاجه العصائر اللي بغى يبرد، يعني مع ديك انا نقول لكم يعني ديك بورتيكليس ديال السوارات، المهم اي حاجه عندها علاقه بالمغرب ولا بالشمال كتجبروها كتباع هنا في هذه المدينه القديمه هذيك. كما كتلاحظ معنا زعما كنشوف في قناه الشام ان كلشي كاين هنا، كاين حتى قهاوي كيجيو يجلسوا هنايا. كما كتشوف معنا يعني كاين الاقبال الكبير من طرف السياح اللي كيجيو يزوروا هذه المدينه هذه، لا المدينه القديمه ديال طنجه اللي هي السوق برا ولا اللي معروفه بساحه 9 أبريل. كما كتلاحظ معنا يعني كاين كلشي كيتباع هنايا، كما كتلاحظ معنا يعني قشاشه، الجزار اللي كيبيعوا اللحام، الملابس التقليديه ديال المغرب، كما كتشوفوا معنا يعني كساوي، وكاين مجوهرات كذلك ذهب، يعني كلشي كيتجبروا هنايا في هذه المدينه القديمه هذه. والناس يعني الدنيا الناس هذو اللي كتشوفهم دابا راهم قلالين بالنسبه ديال الليل اللي كيجيو هنايا بالليل، راه كثر من هادشي هذا اللي كتشوفوا دابا معنا في هذا البث المباشر مدينة طنجة. يعني هادشي هذا راه النسبة قليلة، بحال نقول لكم يعني تقريبا 50% من هادشي هذا كما كتشوف معنا، يعني الأزقة ديالها والمنازل ديالها باقيين قدامين وفيها معالم تاريخية، يعني كلشي موجود هنايا في هذه المدينة القديمة ديال طنجة اللي هي السوق برا. كما كتلاحظ معنا متابعين قناة شوف تي في قناة الشعب، كاينة ديور قدامين، كاينة هذه كنيسة كانت من قبل دابا رجعت معلم تاريخي. الديور هادو قدامين كما كتشوفهم الزخارف المغربية القديمة جدا. كما كتلاحظ معنا عاوتاني كاينة كلشي كيتباع هنا، بازار، يعني أي حاجة بغيتوها كتجبروها في هاد المدينة هادي. بالنسبة للكنيسة قديمة هي فين هي كما كتلاحظ معنا، مثلا كنشوف تي في حلقة لكم، يعني هاد الناس هادو اللي كتشوفوهم هنايا يعني راه نسبة قليلة اللي كيكونوا بالليل، اللي كتبرد عفوا اللي كتبرد قايلة، يعني الدنيا هادي كتعمر بزاف، ما كتبقاش ما يعني ما تجبرش فين تمشي ولا فين تسطر ولا أي حاجة، يعني كتمشي بشتيت وعلى كتخاف عليك تدخل في شي واحد ولا في شي طفل صغير. عاوتاني كذلك علاش الدنيا هادي كتعمر، الأزقة كما كتشوفو في ستيتوين، يعني الدنيا هادي كتعمر بزاف. كما تشوفو معنا متابعين قناة شوف تي في قناة الشعب، فالطريق هادي اللي هوادي منا حنايا دابا كتهبط كتخرجك نيشان من كورنيش ديال بلايا ولا مارينا ديال طنجي، تخرجك نيشان من تما باب بحار، يعني اي زنقة دخلت إلا كتخرجك في جهة فحال مثلا داودنا من هنايا كتخرجك من بلايا، وكذلك ديك النواحي هذوك ديال بلايا ديال مدينة طنجة. كما كتلاحظ معنا يعني كاينة
إقبال كبير ديال السياح الحمد لله في هذا المود في هذه المدينة هذه لحقاش لحقاش المدينة طنجة كتعتبر يعني اسمحني المدينة طنجة كتعتبر يعني من أحد المدن السياحية كما كتب معنا يعني الأجانب كيجيو كيجلسوا قهوة كيجيو يتبردوا هنايا في هذه الحومة هذه من كتلقى معنا كاين الإقبال كبير ديال السياح لهاد هاد الأماكن هادو دابا حاليا حنايا دخلنا السوق الداخل يعني البلاصة هادي اللي حنايا فيها دابا سميتها السوق الداخل معنا يعني ما كاين معالم تاريخية ديور ديور قدامين هنايا هادشي هذا اللي كتشوفو دابا كامل قديم شني عاودو يعني سكسو عليهم باش يبانو بحلة جيدة كما كنتو معنا متابعين قناة شوتي وقناة الشعب انهم محلات كذلك كيبيعو كلشي اي حاجة عالجبرة هنا كاينة كاينة مطاعم كاينة اللي كيبيعو الحوايج كاينة اللي كيبيعو داكشي ديال المعالم التاريخية كما كنتو معنا متابعين قناة شوتي في عفوا حنايا دابا خارجين من التراسة اللي كتطلع على مرسى ديال طنجة ولا الجامع ديال مرسى طنجة وعلى الميناء ديال طنجة اللي كيدخلوا له باطوس ديال السياح اللي كيجيو من الدول الأوروبية ومن الدول الخارجية يعني من الديار الأوروبية وخارج المغرب كاملين بهم كيدخلوا من هذا المرسى هذيك كما تشوف معنا يعني كاينه سياح بزاف الحمد لله يعني من جميع دول العالم كاينه الصين كاينه الاسبانيول كاينه الانجليز كاينه الالمان الفرنسيس يعني جميع دول العالم وسكان دول العالم كيكونوا هنايا كما تلاحظ معنا هادو كاملين اجانب قليل اللي عجبر شي مغربي هنايا فحال دابا هادو كيعدلو من ديك اللبسة المغربية التقليدية ديال جدودنا كما كنتو معنا متابعين قناة شوتي في قناة الشعب فها الميناء اللي قلتكم الميناء هو هذا اللي هذا هو الباطو اللي كينزلو منو اليخت عفوا اللي كينزلو منو السياح اللي كيجيو من مدينة طنجة باش يدوزو العطلة ديالهم ولا يدوزو واحد المدة هنا في هاد المدينة هادي وكيرجعو فحال من بلادهم باش اللي عندو شي خدمة كيمشي لا اللي عندو شي شغل كيمشي عندو كما كتلاحظ معنا يعني كاينة جميع السياح هنا في هاد المدينة هادي كتلاحظو كذلك يعني بني قديم هنا في هاد المدينة اللي كتلاحظ معنا متابعين قناة شوتي في قناة الشعب فمتابعين قناة شوتي في قناة الشعب هنا كنوصلو لنهاية البث المباشر من مدينة طنجة هادي هي الأجواء ديال مدينة قديمة ديال مدينة طنجة اللي سميتها السوق الداخل والسوق الضالع شكرا.